السلام عليكم. اليوم نروحوا الولايه تاع الجلفه لنقف على اشغال تاع مشروع تاع انشاء مستشفى مكافحه السرطان اذا بولايه جلفه. وهذا المستشفى اللي يعني ما عندوش بزاف اللي بدا حوالي عامين الان، الاشغال حسب ما نشوف تقرب من النهايه نتاعها، تبقى المرحله تاع التجهيز نتاع المستشفى هذا. اذا ان شاء الله يكتمل المستشفى هذا ونباشر في يعني اتمام الخريطه الوطنيه لهذه المستشفيات نتاع مكافحه السرطان، اللي نعرف انه فيه حوالي 14 مستشفى راهي منها ما تم انجازه ومنه ما هو في قيد الانشاء، واللي هذا ال 14 هم من ضمن برنامج تاع مستشفى تاع مكافحه السرطان في كل ولايه، وهذا امر جيد. ان شاء الله البرنامج هذا يتم في يعني السنوات القليله القادمه. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.